في الاسواق بفرشي تاع لاكوان تاعي وبطني ذاك المرض اللي عارفين يقولوا الراكس فارنكس راهم في القرجومه. مانيش نسقسي فيك على القرجومه تاعك، انا نسقسي فيك على هذا الوجع الا راه يجيك يعني دائما ولا غير اليوم برك، وعلاش عليه في السابق؟ وداويتها ما عنديش بزاف، رحت للسبيطار ما صابش، داني بخويا المخلوق هكذا جاوزوا لي لافيسيت، داروا لي الراديو وجا واحد الطبيب والمرض هكذا ماركا لي دوا وقال لي فوت وليا هاني مولي ان شاء الله على الحول. وزل عليك شويه؟ ها شي زل نقول لك صح، راني نمشي قبل القطره انا شفت. نكتب لك ورقه نهار تجي للسبيطار حوس عليا، ما صبتنيش انا تصيب الانسه صفيه هذه خطيبتي، وما تخافش نقوموا بيك وتبرى ان شاء الله. وانا نقدر نجيب لك وليدي تشوف واش به. شوف يا الحاجه وليدك ما نجم نعمل له والو، نهار زاد كيما راه. لا لا وليدي نهار زاد كي البوبون. ما نعرف الا خدوها بالعين ولا ضربوا دوك الناس. حنا ما قررنا ني على ضرب الكارطري على هذوك الناس. شوفي خالتي نفهمك، بنك هذا راه موش تاع سبيطار الاول، ثانيا عنده واحد الحيه الله ينجينا ان شاء الله يقولوا لها البارانوياك، ثالثا يلفوت تديه لولاد خيره يقطعوا له، عندك بيتيتر يديروا له زوج حبات تاع قمح في خيط ويعلقوا لهم هنا في ودنه. واشنو هاد ولاد خيرة يديروا له القمح يعلقوا له في ودنه يعلقوك بحبيلة ان شاء الله. لك انت تضربي خرطة وتضربي خطر المر، انا ما تضربش وتشوفي واش به. يخليك ضحك يا وتش الموفيسان.